أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة نقدمها اليوم على قناة المشاهد بعنوان أشنو فيها إذا كان عندنا رئيس حكومة عمره 33 عاما. كيف ما كتعرفوا تطرح مسألة العمر في المغرب وفي الدول العربية قضية كبرى وتشغل بال الكثيرين لمجموعة من الاعتبارات. الاعتبار الأول أنه ينظر لرئيس الحكومة صغير أو لشخص صغير يحتل منصبا متميزا أو حساسا على أنه قليل التجربة والاحتكاك وعدم توفره على الخبرة الكافية، والأحزاب المغربية لا تشجع هذا النوع من الأشخاص ومن الشباب ولا تفتح هذه الأبواب الموصدة بإحكام. الاعتبار الثاني نظرهم بطبيعة الحال أن هذا الشخص الشاب لم ينضج كفاية، زعما راه باقي صغير، وأن المنصب حساس جدا ويستحق شخصا له دراية وتجربة كبيرة ويعني فات عليه الزمان. والاعتبار الثالث وهو الأساسي، لا ينظر للشاب المترشح ولا لكفاءته ولا للهيئة الحزبية التي نما في وسطها وتسلق في مراتبها، بل ينظر عليه أنه دائما فيما أنه يتعلم ويستفيد من الخبرات ويلزمه وقت طويل. السياسة العربية يعني دأبت على هذا المنوال، ولنا أمثلة ساطعة يعني رؤساء دول ورؤساء حكومات يعني تجاوزوا 70 ووصلوا إلى 80، وهناك من بقي في منصبه إلى أن أزيح أو توفي. الاستنتاج العام من طبيعة الحال، ما الذي يمكن أن نستنتجه؟ على أنه فقط ينظر لهؤلاء الشباب إناثا وذكورا من الزاوية النفسية ومن الجانب الجسدي وليس من الجانب العقلي، مع استحضار التاريخ أن حكومة فلان كان فيها واحد في عمره 70 عام، واحد حكومة إكس كان فيها شخص فيه عمره 73 عام، ولا حكومة إغريك كان فيها رئيس حكومة عمره 79 عاما. هذا هو المنظور للشخص الذي يمكن أن يحلم ذات يوم أن يكون شابا ويحلم ذات يوم أن يكون رئيس حكومة وعمره لا يتجاوز 33 عام. عكس هذه النظرة المتشائمة وعكس هذه الرؤية في الغرب، يعني ينظر لمسألة من زاوية الكفاءات والقدرة على التحرك، وعلى أن رئيس الوزراء يشتغل ضمن فريق متكامل. مش مابقاوش كنهضروا فقط مجرد هضرة، نقدم نماذج من هؤلاء الشباب والشابات. أول هؤلاء الشباب هو سيبيستيان كورتر، وهو المستشار النمساوي وعمره لا يتجاوز 33 عاما. ثم الجميلة التي ينظر إليها سانا مارين فنلندا، رئيسة وزراء فنلندا وعمرها 34 عاما.
والعديد من المغاربة على الأقل كانوا يتمنون أن تحكمهم شابة جميلة وأنيقة مثل سانا مارين، وليس هذه النماذج التي نكملها الاحترام، ولكنها لم تقم بأي شيء يذكر سوى مزيد من البؤس ومزيد من الاقتطاع ومزيد من السياسات اللا شعبية. نموذج آخر هو أوليكسي غونشاروك، رئيس وزراء أوكرانيا 35 عاما، حتى لا تقولوا أنني فقط اخترت هذه النماذج لأنها تنتمي لبلدان الشمال ولبلدان الدول المتقدمة وتنتمي إلى الاتحاد الأوروبي. نموذج ساطع من دول أمريكا اللاتينية ومن السلفادور تحديدا هو نجيب أبو كيلا، 35 عاما رئيسا للسلفادور، ماشي رئيس الوزراء، رئيس للسلفادور. ثم كارلوس ألفاردو، رئيس كوستاريكا 38 عاما. وإذا ما قارنا نسبيا أوضاع المغرب والجزائر وتونس ومصر فإن يعني نجدها نفس تتشابه كثيرا مع نفس الأوضاع بالسلفادور وكوستاريكا وبدول أمريكا اللاتينية. إذن لماذا هؤلاء يساهمون يعني في تشبيب الشباب وتقديم الشباب لهذه المناصب الحساسة للاحتكاك ولمزيد من الخبرة والاتخاذ القرارات الحساسة؟ ثم هناك نموذج يعني في وسائل الإعلام، هي رئيسة إيرلندا 37 عاما وهي جاسينا أردارين 37 عاما. هل تصح هذه المقارنة؟ ومعها الأسئلة التالية، واش قدر العثماني ولا بن كيران ولا من سبقه عباس الفارسي ولا اليوسفي أن يتنازل لشخص عمره 33 عاما ويصبح رئيسا للوزراء وبقدرته أو لديه القدرة على اتخاذ قرارات مصيرية للشعب المغربي، أو إنسان شاب عربي أن يترشح لهذه المنصب وعمره 33 عاما أو 32 عاما بالجزائر أو تونس أو مصر؟ السؤال الثاني، لماذا الأحزاب نفسها التي تسير في هذه الخطوات لماذا لا تنفتح على هذه الطاقات الشابة وينظر لها على مستوى العمل ديالها والاجتهاد ديالها والخبرة ديالها وقدرتها النفسية والعقلية وتأهيلها بما يلزم من التأهيلات لأن يكون هذا الشخص مناسبا وفي المكان المناسب رئيسا للوزراء أو وزيرا لشيء ما، وزيرا للطاقة والمعادن، لوزيرا للفلاحة أو وزيرا للخارجية. أعتقد أننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة وأننا يعني يلزمنا الكثير من الوقت، وبأن هذه الدول سبقتنا ونحن لا نزال يعني نتعلم الشيء الكثير. يعني أن الوطن العربي وأتحدث عن المغرب عليه أن يؤمن بالشباب وبتشبيب الأحزاب العربية وبالأحزاب المغربية والجزائرية وبالمغرب العربي حتى
تكون مؤهلة بشكل جيد، ولما لا أن يحكمنا ذات يوم إنسان عمره 33 عاما. إلى ذلك الحين أسعد الله أوقاتكم وكل التقدير والمودة، والسلام عليكم ورحمة الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.